رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذه هي الحلقة 26 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، والحلقة كسابقتها تتحدث عن ميزانية الأسرة. وكنا في المرة الماضية وقفنا عند حديثا عن التنفير من الاستدانة، الدين نفر منه الشرع، والإنسان العاقل ما استطاع يبتعد عن الدين، والزوجة تساعد زوجها في أن لا يأخذ شيئا من الدين إلا ما كان اضطرارا شديدا. أذكر مرة أن أستاذا من الأساتذة وقد رزق بزوجة صالحة وعنده ثلاثة من الأولاد، فتاتان بلغتا سن الجامعة وشاب في الثانوية العامة، قال لي إنه أراد أن يدرب أولاده على تحمل مسؤولية ميزانية الأسرة. الوالد موظف وعنده مدخول شهري محدد. قال في اجتماع للعائلة مع زوجته وأولاده، قال: يا أولاد ويا أيتها الزوجة الكريمة، نريد أن يمارس كل واحد فيكم شهراً من الشهور الإنفاق على الأسرة. أنا سآتي بالراتب من المدرسة التي أعمل بها، ثم سأقدمه في كل شهر لواحد منكم. هذا الشهر ستبدأ أمكم، هي التي ستنفق علينا خلال هذا الشهر. في أول الشهر جاء بالراتب وقدمه لهذه الزوجة، وقال: ينبغي أن تقسمي هذا الراتب خلال الشهر كاملاً حتى نخرج من الشهر بدون لا زيادة ولا نقصان، وإذا استطعت أن توفري مبلغاً من المال فلا شك أن لك رتبة في التدبير في مسألة المال. وفي الشهر الثاني أعطى هذا الراتب لابنه، وفي الشهر الثالث أعطى هذا الراتب لابنته الكبيرة، وفي الشهر الرابع أعطاه لابنته الأصغر. قال لي: لقد تعلم الأولاد خلال هذه الأشهر الأربعة قيمة الإنفاق، وباتوا يقولون لبعضهم البعض إذا قال أحدهم لأخته مثلاً: يا أختي نحن نريد الآن مادة طعامية، باتت الأخت تقول: لماذا الآن تريدون هذه المادة الطعامية؟ لقد اشترينا قبل يومين مثلها، اصبروا قليلاً. لقد باتت هذه الفتاة متدربة نوعاً ما على النفقة وعلى إدارة ميزانية أسرة. كم هو جميل أن ندرب بناتنا وأن ندرب أبناءنا على النفقات حتى يضبطوا ميزانيتهم وفق إمكاناتهم المادية. وهناك شاب موظف كان يعمل قبل الظهر في عمل وظيفي، وبعد الظهر كان يعمل في مشفى. كان هذا الشاب متزوجاً وعنده ولدان، وكان يراجعني في عيادتي لحالات سنية في فمه، أو تراجعني زوجته، أو يراجعني هو مع أولاده أو هي مع أولادها. وبينما كنت أسجل بطاقة هذا المريض خلال سنوات عديدة، لاحظت أمراً: هذا الأخ كل مراجعاته إلى عيادة طبيب الأسنان إلى عيادتي، كل المراجعات كانت بين 25 من الشهر الميلادي و 30 من الشهر الميلادي. ظننت أن الأمر مصادفة، أو ظننت أن الأمر
وقع صدفة، فتحت بطاقة زوجته وإذا بي أجد نفس الترتيب، كل مراجعات الزوجة من 25 للشهر الميلادي إلى 30 بالشهر الميلادي. فتحت بطاقات الأولاد، الأولاد أيضاً يراجعون مع أمهم أو أبيهم من 25 في الشهر الميلادي إلى 30 بالشهر الميلادي. عزمت إن هو راجعني وجاء إلى العيادة أن أسأله كيف حدث هذا؟ هل هو صدفة أو أن هناك ترتيباً معيناً؟ لما رجع العيادة قلت له: يا أخ، يا أستاذ، أنا لاحظت في بطاقتك وبطاقة زوجتك وأولادك أن المراجعات إلى العيادة كلها بين 25 و30 الشهر، هل هذا صدفة؟ ابتسم وقال: أبداً لم يكن صدفة. قال: أنا لي ترتيب مالي في نفقاتي. قال: أنا موظف، في أول الشهر أتقاضى الراتب كاملاً من وظيفة الأولى والثانية. الآن اتفقت مع زوجتي أنني طيلة الشهر أنا وهي ننفق القدر المطلوب تماماً، حتى مع توفير بسيط، حتى إذا وصلنا إلى 25 في الشهر وكنا قد ادخرنا مبلغاً من المال من وظيفتنا، الآن نبدأ بفعل الكماليات. إذا أرادت أن تشتري ثوباً جديداً سنشتريه بين 25 و30 الشهر، إذا أردنا أن نذهب برحلة سنذهب بين 25-30 بالشهر، إذا أردنا أن نراجع طبيب أسنان لأمر ليس إسعافياً سنراجع بين 25-30 للشهر، لأننا بهذه الحالة إذا أنفقنا كل ما ادخرناه بعد يومين أو ثلاثة سيبدأ الشهر الجديد وسيأتي الراتب الجديد، وبهذا لا نحتاج أحداً ولا أستدين من الناس، وإنما أبقي معي مدخراً لعل طارئاً يحدث خلال أيام الشهر. لقد قرأت في هذا الفعل من هذا الشاب عقلاً راجحاً كبيراً، وقرأت من زوجته عقلاً راجحاً كبيراً. الآن صور معاكسة أنتم تعرفونها: موظف في أول الشهر يتقاضى الراتب 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، مباشرة يتصل بزوجته يقول: أنا الآن اليوم قبضت الراتب، أنت مدعوة إلى المطعم الفلاني. يذهب بزوجته وأولاده إلى المطعم، يأكلون طعام الغداء، ثم يقدم الفاتورة 5,000 أو 3,000 وقد أنفق ربع راتبه. بعد يومين ثلاثة أيضاً يشترون حاجات للبيت، يومين ثلاثة أيضاً ينفقون ما تبقى من الراتب. يصل الوقت إلى 12 الشهر يقول: والله انتهى الراتب الوظيفي، هل يوجد من يقرضني شيئاً من المال؟ أو إنني سآخذ سلفة على المعاش. تقرأ في تصرف هذا الشاب مع زوجته قلة عقل، وتقرأ في تصرف ذاك الشاب مع أهل بيته رجاحة عقل. هذا يملك تدبيراً حسناً في إدارة ميزانية الأسرة، وبالتالي مثل هذا الرجل يصلح أن يدير ميزانية شركة، بل إنه يصلح أن يترقى ليدير ميزانية عدة شركات. وذاك الشاب الحق، لأنه لا يصلح لإدارة ميزانية الأسرة، ولو كان هناك ضوابط معينة لكلنا سحبنا منه معاشه وأنفقنا عليه بأيدينا حتى ينمو عقله المالي في تدبير ميزانية الأسرة. الشرع يا أيها الإخوة نفر من الاستدانة، ما استطعت ابتعد عن الاستدانة، وما استطعت أبعدي زوجك عن الاستدانة، واعلمي أن كل شيء ترهقين به هذا الزوج من طلبات مالية إن وفرها لك الآن فغداً ستكون من نصيبك ديناً ستقطع عنك وعن أولادك. بعض النساء يطلبن أن تجرى حفلات أعراسهن في قاعات كبيرة في البلد بأرقام عالية جداً، بإمكانات مادية كبيرة جداً. الزوج ربما يستجيب لهذا الأمر، يدفع مالاً كثيراً، لكن الحق الزوجة نفسها وأولادها بعد حين هم الذين سيحملون تبعات هذه النفقات العالية في صالة الأعراس وفي شبهها من الأمور الكمالية. وصدقوني أيها الإخوة أن العائلات الكبيرة جداً والغنية جداً والثرية جداً تدقق وتراقب في أدق التفاصيل الأمور المالية، ولا تنفق كما ينفق أحياناً بعض الفقراء الذين يفتحون أيديهم بالنفقة على شيء كبير أو على شيء صغير. إدارة ميزانية الأسرة هذا فن وعلم وسبب في نجاح الحياة الزوجية.
النقطة الجديدة في موضوع ميزانية الأسرة المحافظة على الأصول الثابتة، وهذا أمر على غاية من الخطورة. إياك أن تبيع بيتك لتتاجر بمال البيت، إياك أن تبيع دكانك أو سيارتك التي تعمل عليها أنت، سيارة أجرة عندك، أن تبيع هذه السيارة لتتاجر بثمنها أو لتستهلك ثمنها. حافظ على الأصول الثابتة، بيتك الذي تعيش به إياك أن تخاطر به أو أن تغامر به. والله لو أغريناك وأنت أيتها الزوجة، قولي لزوجك لا يغامر ببيت السكنة الذي عندكم أبداً ولا يخاطر به. أحياناً بعض الشباب يأتون إلى أصحابهم يقولون لهم عندي لك مشروع كبير، هذا المشروع بحاجة إلى 5 مليون ليرة سورية، وخلال شهرين ستربح فوق 5 مليون 2 مليون ليرة سورية فوقها. يقول أنا ما عندي 5 مليون. يقول له صاحبه أعوذ بالله، أنت تملك يا رجل نهراً من الذهب تحتك. يقول كيف؟ يقول البيت الذي تسكنه، بع بيتك ب5 مليون أو ب6 مليون، أعطيني 5 مليون سأدخلك في المشروع الفلاني، ويزين له مشروعاً ضخماً، وخلال شهرين 5 مليون ستصير 7 مليون. بعض الشباب يؤخذون بهذه الكلمة، يقول والله والله ممتاز، 2 مليون أنا ب20 سنة لا آتي بهم. يخاطر ويبيع داره ويأتي ب5 مليون يعطيها لهذا الرجل، هذا الرجل يذهب بهذه 5 مليون، أحياناً يكون كاذباً ومحتالاً، تضيع الأموال والأرباح ويضيع البيت، ويبقى هذا الشاب مع أهل بيته في الشوارع. وأحياناً يكون صادقاً ليس محتالاً، يأخذ 5 مليون يدخلها في المشروع التجاري، بدل أن يربح 2 مليون يخسر 2 مليون، يكون معه 5 مليون، الآن يقول لا تؤاخذني والله خسرنا، والتجارة ربح وخسارة يا أخي، تفضل هذه 3 مليون. يبقى هذا الشاب يقرع أسنانه ويعض أنامله ويضرب في وجهه، لماذا ضيعت دار سكني؟ وربما حزنت زوجته وقالت أنا لن أبقى عندك في هذه الدار، أنت أضعت بيتنا. حافظ على الأصول الثابتة. وفي متابعة للحديث المهم عن المحافظة على الأصول الثابتة نلقاكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في هذه الحلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، والتي نتحدث فيها عن ميزانية الأسرة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن المحافظة على الأصول الثابتة. دارك التي تسكنها حافظ عليها ولا تخاطر بها. وليس صحيحاً أن التجار الكبار يبيعون بيوتهم ويتاجرون بها، إن أربح تجارة الآن هي تجارة العقار، هي تجارة الأراضي. إذا كانت عندك دار اشتريتها أنت في عام 1980 وكان ثمنها مثلاً 50 ألف ليرة سورية، في عام 2010 صار ثمن دارك 5 مليون ليرة سورية. لا يوجد تجارة خلال هذه السنوات تحول 50 ألف إلى 5 ملايين، لكن ثمن دارك لوحده نما وكبر وتضخم. لا تخاطر في دار السكنة، لا تخاطر في المكان الذي تعمل به إذا كان في ملكك. واسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. إذا أردت أن تبيع دارك مباشرة احمل المال واشتري دارا أخرى، إذا أردت أن تبيع أرضك مباشرة احمل المال واشتري أرضا أخرى، وإلا فإن الله تعالى لن يبارك لك في هذا المال. وبالفعل ربما يبيع رجل داره ليشتري دارا أخرى، يبيع داره ب10 مليون، يضع المبلغ في جيبه، يبحث الآن عن دار أخرى لمدة شهر شهرين 3 شهور، ترتفع الأسعار، لم يعد يستطيع بنفس المبلغ أن يشتري مثل الدار الذي كان ساكنا فيها. مباشرة إذا أردت أن تبيع دارا ضع المبلغ المالي في دار أخرى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باع دارا أو عقارا
فليعلم أنه مال قمن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. قمن يعني جدير، فلتعلم أن هذا المال جدير أن لا يبارك لك فيه إلا إن وضعته في دار أو في عقار. وهذه هي نقطة سادسة في ميزانية الأسرة. النقطة السابعة وقبل الأخيرة ترك الترف. الترف هو التوسع في الملذات، هو التوسع في الشهوات. كن يا أخي لا بأس إذا كنت منعما، كن معتدلا في إظهار هذه النعمة، ولا تكون مترفا. أحيانا شاب معاشه الوظيفي بسيط، تجد أن جواله 38,000 ليرة سورية، ما شأنك بمثل هذا الجوال؟ أحيانا فتاة مدخولها من والدها بسيط، تجد أن حقيبتها التي تحملها تساوي 1,000 الليرات السورية، ما حاجتك بمثل هذه الحقيبة؟ أحيانا شاب يسكن في حي بسيط، إذا ذهب إلى الحلاق تجده بدل أن يذهب إلى حلاق حيه يذهب إلى حلاق في حي من أثرى أثرياء البلد، يدفع أجرة الحلاق 10 أضعاف عما كان يمكن أن يتقاضاه حلاق حيه. لماذا هذا الترف في استخدام المال؟ إن الترف لا يهيئ جيلاً مستعداً لبناء الأمم، ولكنه يجعل الجيل متراخي من الشباب ومن البنات. الآن آخر قضية في موضوع ميزانية الأسرة، قضية مهمة جداً للرجال والنساء، لكني أيتها الأخوات أخصكن بذكرها أكثر من الرجال، لأنكن معنيات بها أكثر منا نحن الرجال. عنوان هذه الفقرة نصائح في التسوق. إذا نزلت إلى السوق هناك نصائح، هذه النصائح يدرسها كبار التجار، هي خاصة بالرجال والنساء، لكن النساء أكثر، لأنهن هن اللواتي ينزلن إلى الأسواق أكثر من الرجال. ومن زمان يقولون في المثل بأن الرجل هو الذي يجمع المال وأن المرأة هي التي تنفقه في الأسواق. على كل الأحوال لا بأس أنفقيه، لكن في نصائح في التسوق حتى يكون تسوقك صحيحاً. هذه النصائح سأتلوها عليكم سريعاً. أولاً، حدد الأشياء التي تريد شراءها قبل الذهاب إلى السوق ورتبها بالأولويات. لا تنزل إحداكن إلى السوق وهي لا تعرف ماذا تريد أن تشتري. أحياناً بعض الأخوات تريد أن تتمشى، تقول لصاحبتها أنا اليوم نازلة على السوق، شو رأيك تنزلي معي؟ تقول إيه طيب والله مننزل. ماشي، ينزلان هما التنين وما في نيتهما أن تشتريا أي شيء، لكنهما عندما تمران على المحلات تشاهد هذا الثوب الجميل جداً، وهذه القطعة النفيسة جداً، هذا الأكل الشهي جداً، تقول والله بدنا نشتري شوي بس من هذه الطعام، والله لو نشتري هذه القطعة، والله لو نشتري هذا الثوب، وهي عندها مليء، درج خزانتها مليء بالثياب، لكن تقول والله اشتهيت أنا أن أشتري، فتشتري. الحق إذا عادت إلى البيت ستشاهد نفسها أنها أنفقت 5,000 أو 3,000 أو 1,000 أو 500 أكثر أو أقل بدون حسبان خارج الميزانية. اكتبي على الورقة ماذا تريدين أن تشتري ورتبيها حسب الأولويات، هل هذا مهم جداً أو أنه مهم أو غير مهم. ابدأي بالمهم جداً ثم المهم ثم بما هو أدنى. 2، خصصي مبلغاً محدداً للتسوق. لا تنزلي إلى السوق وكل مبالغك المالية معك في الحقيبة، والله التجار سيسحبون هذه الأموال من حقيبتك شئت أم أبيت. أنت نازلة إلى السوق وتريدين شراء شيء، قولي هذه الأشياء ثمنها التقديري 1,700، سأضع 2,000 في الحقيبة، ضعي باقي المال في البيت وضعي 2,000 فقط في الحقيبة وانزلي لتشتري ما تطلبينه. والشاب كذلك، وإلا فإنك ستشترين أشياء لا حاجة لك بها، من جملة الدعايات الكبيرة التي يعرضها تجار المحلات. أما لو اشتهيت وما وجدت مالاً فلن تشتري وستعودي إلى بيتك، وبعد يومين ستقولين الحمد لله الذي لم أشتري هذه السلعة. ثالثاً، اختاري الوقت المناسب للتسوق. عند التنزيلات انتظري الوقت الذي يكون فيه رخص. لماذا تشترين في وقت الغلاء الشديد؟
لماذا تنتظرين العيد قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ستشترين؟ الآن الأسعار مرتفعة، قبل أن يأتي العيد بفترة هناك تنزيلات، وأنت تتوقعين أن يأتي عيد بعد شهر، خذي أولادك واشتري القطع التي تريدين واحتفظي بها في درج الخزائن حتى إذا جاء العيد أخرجتيها لهم. اختاري الوقت المناسب عند التنزيلات وعند الحاجة مثلا. أربعة، لا تشتري فوق حاجتك ولو كان الثمن رخيصا. أحيانا أنت تكونين بحاجة أو بيتكم بحاجة إلى قطعة واحدة مثلا من القماش بطول كذا، يأتيك التاجر يقول أنت بحاجة إلى قطعة قماش مثلا 5 أمتار، يقول التاجر والله ما بقي عندي إلا هذه الأمتار 10، خلاص خذيهم وسأحاسبك بنصف السعر. أنت لا حاجة لك إلا ب5 أمتار، ماذا ستفعلين بالخمسة الأخرى؟ أحيانا تقولين والله رخيص، طيب لست بحاجة له، ماذا ستفعلين؟ ستقطعين الخمسة وتضعينها في الدروج، وبعد حين تقولين لقد باخ لونها، لقد ذهبت موضتها، لا حاجة لي بها، ستردينها ولا نستفيد منها، وكأننا ألقينا هذا المبلغ في الأرض. خمسة، لا تلتفتي كثيرا إلى الإعلانات المغرية. التجار الآن يدفعون أموالا للإعلام من أجل الإعلان، لا تلتفتي للإعلانات. أنت ذاهبة لتشتري قطعة قماش، مباشرة إلى المحل الذي يبيع الأقمشة، اشتري القطعة وارجعي إلى بيتك. أنت ذاهبة لشراء نوع من الطعام، مباشرة إلى مكان بيع هذا الطعام، اشتري هذا الطعام وعودي إلى بيتك. أنت ذاهبة أو أنت ذاهب لشراء حذاء، مباشرة إلى المحل، اشتري الحذاء وعد إلى بيتك. أما إذا التفت يمينا ويسارا فسيضيع مالك دون أن تدري. النصيحة السادسة وهذه مهمة جدا أيتها الأخوات، السوق ليس منتزها ولا مكانا للترفيه. الآن التجار يلعبون لعبة كبيرة، يحولون الأسواق إلى منتزهات. يعني إذا أردت أن تجعل أولادك يلعبون في حديقة، كنا يلعب أولادنا في حديقة عامة، الآن داخل الأسواق يوجد المراجيح ويوجد ألعاب الأطفال ويوجد ألعاب كهربائية تغري الأطفال. الآن ابنك عندما تأخذينه إلى السوق ليلعب في هذه اللعبة، وبينما هو يلعب سينظر في الواجهة المحل، سيشاهد بنطالا، يقول ماما أرجوك أرجوك أتوسل إليك اشتري لي هذا البنطال، وسينظر إلى الطرف الآخر يشاهد طعاما مغريا، يقول بابا أتدخل عليك أبوس إيدك اشتري لي هذا الطعام. ستشاهدين أن ابنك وابنتك أرغماكما على دفع مبالغ كبيرة وأنتما لا تريدون. أحيانا أخوات يكن فارغات تتصل بأمها أو بأختها، أو الأم تريد أن تشتري شيئا تتصل بابنتها تقول ماما أنت فاضية تعالي بدنا ننزل على السوق، تقول يا ماما والله أنا ما بدي اشتري شيء، تقول يلا بتتسلي أنت بنتمشى أنا وياك بهذا السوق. فتتمشى الأم مع ابنتها في السوق، تنظر الواجهات التي على اليمين والواجهات التي على اليسار، والله لا تعود البنت مع أمها إلى البيت إلا وقد أنفقتا ربع الراتب الشهري من حيث درينا أو لم يدرين. السوق ليس منتزها ولا مكانا للترفيه، السوق مكان لتشتري حاجتك أو حاجتك وتعود إلى بيتك. سابعا، لا تنسى دعاء السوق ولا تنسي دعاء السوق. إذا نزلت إلى السوق فادعوا بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء السوق. ثم قل اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة أو صفقة خاسرة، أعوذ بك من أن أحلف يمينا ليست صحيحة، أو أعوذ بك من أن أشتري بضاعة ليست جيدة. ثامنا وأخيرا في نصائح السوق، لا تذهب إلى السوق وأنت جائع، لأنك لابد ستشتري شيئا لتأكل. لا تذهبي إلى السوق وأنت جائعة، لابد ستشترين شيئا، هناك مغريات كثيرة من الطعام في السوق. لا يذهب ابنك معك إلى السوق وهو جائع. أحيانا بعض الأمهات ابنها جائع، عاد الآن من المدرسة يقول ماما أريد أن آكل، تقول لا 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 خليك لابس بتياب المدرسة، عندي نزلة على السوق بنزل أنا وياك.
تنزل هي وهو إلى السوق، الولد يريد طعاماً، ماذا ستفعل؟ ستشتري قطعاً من الجاتو، ستشتري قطعاً من الحلويات، ستشتري شيئاً من السوائل، ستشتري شيئاً من السندويش. لقد دفعت 200 ليرة أو 500 ليرة أو أقل أو أكثر أو 50 ليرة دون أن تدري ودون أن تحسبها في الميزانية. ما عليه لو أنك انتظرت ابنك وكنت قد أعددت له طعاماً داخل البيت فأكل، ثم أخذت بيده ونزلتم إلى السوق. حتى لو رأى الطعام الطيب هو لن يشتهيه، لقد أكل. وحتى لو طلب شيئاً سيطلب شيئاً بسيطاً. أما وإنك قد نزلت بابنك إلى السوق وهو جائع فإنه سيكلفك أكثر مما كنت تخمنين. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، كانت هذه الحلقة والحلقة الماضية فيها حديث عن ميزانية الأسرة، وقد سمعتم نقاطاً أعتقد أنها مفيدة وأظنكم أنكم تعتقدون معي هذا الأمر. على كل حال، الاقتصاد في المعيشة دليل رجاحة عقل، والاقتصاد في التدبير وفي الإنفاق دليل رجاحة عقل. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الناس عقلاً وحكمة ورشداً كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، يا رب اجعلني من المقتصدين إذا كنت فقيراً وإذا كنت غنياً. أنا شاكر لكم لمتابعتكم في هذه الحلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ألقاكم على خير في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن يضم